السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم، معكم محمد زيد ومرحبا بكم في درس اليوم اللي حنتعرفوا فيه على برنامج مايكروسوفت باوربوينت، أو بعنوان ما هو مايكروسوفت أوفيس باوربوينت. البرنامج هذا اللي احنا حاليا حنتعلمه في السلسلة هذه واللي أغلب الناس تعرفه. حابين بس قبل ما نبدو في كيف نستخدم البرنامج ونبدو فيه أو نغوصوا فيه فعليا، حنعرف عليه بعض البيانات. أول معلومة هي البرنامج اللي هو مايكروسوفت باوربوينت أصلا شنو هو. البرنامج هو عبارة على برنامج من سلسلة أو من ضمن مجموعة أو عدة برامج اسمها أو الحزمة الخاصة بها، الحزمة اسمها مايكروسوفت أوفيس. يعني في حزمة اسمها مايكروسوفت أوفيس من إنتاج شركة مايكروسوفت، فيها العديد من البرامج. واحد من البرامج هذه اسمها مايكروسوفت أوفيس باوربوينت. تسميتها بمايكروسوفت أوفيس لأن هي من مايكروسوفت أوفيس، أي مكتبية. الباوربوينت كل برنامج من الحزمة بتاع مايكروسوفت أوفيس البروجرامز أو البرامج الخاصة بالحزمة بتاع مايكروسوفت أوفيس، كل برنامج مختص في حاجة أو وظيفة أو مهمة معينة. في مثلا برنامج للجداول، برنامج لقواعد البيانات، برنامج للكتابة، برنامج للملاحظات، للرسم وإلى آخره. برنامج مايكروسوفت باوربوينت مختص بالعروض التقديمية أو مخصص لإنتاج أو تصميم أو بناء العروض التقديمية. كيف عروض تقديمية؟ يعني حد عنده رسالة ماجستير، أو حد مثلا حاب مشارك مثلا في مؤتمر أو في ورشة عمل أو في حدث وحاب يعرض حاجات. يعني هو حيعطي خطاب أو حيعطي كلام للعملاء متاعه أو للموظفين اللي يخدموا معاه في الشركة. بدل ما يدوي كل شيء أو ما يح بدل ما يحكي كل شيء كلام، يبي عرض تقديمي، يعني يعرض الحاجة اللي هو قاعد يحكي فيها. وهي الحاجة اللي حاليا هو قاعد يعرض فيها مش موجودة في إيده ماديا بل إلكترونيا، فبدل ما يعرضها كصورة يقدر يصمم لها عرض مرئي باستخدام مايكروسوفت باوربوينت، بحيث أنه يحط الصورة ويكتب معها كلام ويدير لها مثلا حركات أو خلاها مثلا تتحرك أو يدير لها أي مؤثرات. فالمايكروسوفت باوربوينت استخدامه واسع جدا، يتم استخدامه غالبا ليس بالجهاز المحمول بس، لكن يتم ربطه ببروجيكتر الموجود في وسط المكان اللي هو حاليا قاعد يعرض فيه، ويكون البروجيكتر هذا الجهاز البروجيكتر اللي هو العارض مربوط بالحاسوب من قبل عن طريق مثلا كيبل HDMI يعني، او عن طريق واي فاي مثلا او بلوتوث ربما. الباوربوينت يستخدموا فيه هلبة، ليس في الشركات بس، يعني مش عرض تقديمي في الشركات بس أو في المؤتمرات بس، لكن أيضا حتى في المراكز التعليمية التي توفر فيها المعدات اللازمة. يعني يكون موجود فيها بروجيكتور، يكون فيها لابتوب أصلا، ومتوفر فيه المايكروسوفت باوربوينت البرنامج اللي هو يعتبر مش برنامج مجاني أو غير برنامج مجاني، يعني مدفوع. وتكلفته يعني إلى حد ما نقدر نقول مرتفعة، لكن المميز فيه أن الرخصة الخاصة به لمدى الحياة، يعني مش في رخص، يعني مش تجديد سنوي، يعني مش كل شهر تدفع مبلغ مالي أو كل سنة تشتري رخصة وتستمر معاك في البرنامج هذاك لمدى الحياة. بس حتى ندير منشن أو نذكر شيء معين، أن المايكروسوفت باوربوينت مش عبارة على أن نحط فيه صور ونكتب معها كلام بس، لا، البرنامج نقدر نستخدمه فيه حتى عروض متحركة وغير متحركة، يعني خلينا نقوله بالعربي أنيميشن او بالانجليزي فعليا اللي هي معروفه، يعني احنا نلفظ فيها كثير باللغه العربيه انيميشن، يعني حركه متحركه، شخصيه متحركه او حاجات معينه ترتبط مع بعضها خلال العرض المرئي نفسه. ويستخدم يعني في اللوحات المتغيره المتتاليه، ومن خلالها نقدر ننتج عدد لا نهائي من الشرائح. يعني مثلا يعني انا بندير برزنتيشن او عرض مرئي، مش لازم انا مش محصور بعدد معين من الشرائح او عدد معين من الصفحات، مش لازم 5 أو 6 أو 7 صفحات بس، نقدر نقدم العرض المرئي الخاص بي بعدد لا نهائي من الشرائح اللي انا محتاجها او اللي انا حاب اني نخدمها. ونقدر ندرج صور متحركة أو ثابتة، يعني الـ GIF Pictures GIF الصور المتحركة زي اللي نستخدمه في السوشيال ميديا أو ثابتة. وأيضا نقدر نستخدمه فيديوهات، يعني سواء فيديو ندير له أبلود أو تحميل من جهازي الخاص بي مخزن عندي نحطه في وسط البرزنتيشن، أو أيضا من رابط، يعني يدعم حتى رابط، يعني نحط مثلا ناخذ فيديو معين من اليوتيوب، ناخذ رابط متاعه بأسلوب معين في وسط الباوربوينت، نقدر نحط الرابط بس هو يستدعي لي الفيديو هذاك، بس بشرط أنه يكون اللابتوب مرتبط بالإنترنت في حين أنا نبي نشغل الفيديو هذا في العرض المرئي أو خلال العرض المرئي اللي حاليا نخدم عليه.
وكذلك نقدر نستخدم روابط تشعبيه. كيف روابط تشعبيه؟ يعني نقدر انا نستخدم في العرض المرئي الخاص بيا، نكتب مثلا وكان اعجب، مثلا اذا اعجبك العرض المرئي الخاص بيا تقدر تتواصل معي عبر ايميلي على الفيسبوك، ومش لازم انا نكتب شن اسم ايميلي او نحط اللينك متاعه. الكلمه متاع عبر ايميلي على الفيسبوك نقدر نحددها بالسهم اليمين بالفاره، وبعدين ندير كليك بالسهم اللي صار في الفاره وندير كليك يمين نختار روابط تشعبيه، يعطيني خيار يقول لي ام تحدي يضغط عليه الكلمه هذه وين تبي تحوله، نكتب له لينك الفيسبوك متاعي على سبيل المثال وندير اوكي. اول ما حد يضغط على الكلمه هذه يرفع الايميل على الفيسبوك، والحاجات هذه كلها واكثر ان شاء الله حنتعرفوا عليها باسلوب مبتكر وابداعي اكثر، وحنحاولوا نتعرفوا على كيف نصمموا او ننجو انيميشنز او حاجات صور متحركه، كيف نستدعوا ملفات من الانترنت يعني فيديوهات او غيرها. وبس حنذكر اخر حاجه ان المايكروسوفت باوربوينت فيه العديد 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 من الاصدارات، يعني مثلا من 2010 2009 2007 2013 2016 وتقريبا في حتى 2019. الاصدار اللي حنستخدموه في السلسله حيكون مايكروسوفت اوفيس باوربوينت 2016. اذا هو متوفر عندك حيكون جميل جدا، اذا مش متوفر عندك حاول توفره. لكن اي شخص عنده مايكروسوفت اوفيس باوربوينت 2013 ما اعتقدش انه حتكون في اي مشكله، لان هم شبيهين جدا ببعض. اما اذا كان 2007 او 2009 ما اعتقد ان، او 2010 ايضا ما اعتقد ان حتكون فيه الى حد ما شويه ارتباك او ربكه، لان مش متشابهين جدا. في خصائص متوفره في 2007 وفي 2016، لكن في خصائص متوفره في 2016 و2013 ومش متوفره في 2007 و2009 و2010، يعني الى حد ما الافضل احسن، الجديد افضل من الاول. فتقريبا هذا هو كل شيء حاب نوضحه في الدرس هذا، ان شاء الله تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالدرس هذا وكان بسيط وسهل بالنسبه لكم وممتع ايضا. نتلاقوا في الدرس القادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.